السلام عليكم الخوت. اليوم مكنش واجد في سوق راعي، اليوم احد 27 فبراير. نحاول نقدم لكم جميع من الطور المغردة وطيور الزينة. السلام عليكم الخوت، حنا اليوم مكنش واجد في سوق راعي، يوم احد في شاطع الحسون. اللهم بارك تبارك الله، صورة ديال البلاد. اللهم بارك. شحال الثمن ديال الواحد هنا؟ 150. خوشي 150 درهم. تبارك الله، مزولين. شحال عندهم تقريبا هادو؟ مزولين اخويا، مزولين. الله يسخر اخويا، الله يحفظ اخويا. السلام عليكم الخوت، عشاق طاعة الحداد. شفنا مرقد اصاحبي؟ وزان. مرقد وزان. شمان ديال الواحد شحال؟ 40 درهم. شمان اخوتي 40 درهم. والطاعر بلبل؟ طائر بلبل 30 درهم. طائر بلبل 30 درهم. ها انتم اخوتي، اللهم بارك. الدود قبابي شحال داير البواطا؟ 20 درهم البواطا. 20 درهم البواطا اخوتي. لا لا مدرس، اللهم بارك. السلام عليكم، حنا اليوم الاحد كنتوضو في سوق راعي. شحال شمان ديال الكناري؟ فريز 800 درهم كوبر. 800 درهم كوبر. كارغلو ستار ديال 600 درهم. وهذا خوت بيت شحال؟ 180 و 0 140 درهم. واه تما تبارك الله، اللهم بارك. حط كورة بحال نشاوي. هذا موانيل بحال كورة بحال نشاوي، 180 درهم. تبارك الله، اللهم بارك. النمر التليفون 06 13 15 89 47. خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه. الله يسخر، اللهم بارك. خوتي عشاق تاع الكنار، اللهم بارك. البيض اخويا 140 درهم شنابر، اللهم بارك. وقريش شحال؟ قريش 120 درهم. تبارك الله، شنابرات زوينين. الاورانج اخويا؟ اورانج 180 درهم. تبارك الله. نمرة التليفون 06 28 26 36 38 58. خوتي خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه. سلعة نقية. تبارك الله، اللهم بارك. السلام عليكم الخوت، حنا اليوم كنتواجدو في سوق راعي الشاطع الكناري فريزي. اللهم بارك. شحال الثمن اخويا هذا الفريز؟ 25 فرنك البياسه. بحال الدكار بحال النشوه. 250 درهم الخوش، بحال الدكار بحال النشوه. اللهم بارك. ها انتم اخوتي عشاق طائر كناري موزايك، اللهم بارك. شحال الثمن؟ 200 درهم. بحال الدكار بحال النشوه. وتقولوا صدر اخويا؟ هذا هو 25. 250 درهم اخوتي، اللهم بارك. ساعة نقية. تبارك الله. أنا نمرة التليفون، نمرة التليفون 06 18 47 05 73. خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه اخوتي. تبارك الله، ساعة نقية. اللهم بارك. شوف اخوتي عشاق طاعة الكناري. شحال الثمن ديال البيض؟ 25. 250 درهم. الاورانج 180 درهم اخوتي. خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه، ساعة نقية. تبارك الله، اللهم بارك. خوتي عشاق طاعة الكناري. شحال الثمن ديال البيع ديال الصفر؟ 220 درهم. 240 درهم. 120 درهم. ونشاو شحال؟ 24.
اللهم بارك تبارك الله. هذا هو واش دين اخويا؟ ياك اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. 07 07 21 35 58 58. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولا شوف اخوتي تبارك الله اللهم بارك. السلام عليكم الخوت والشاطئ الحسون اللهم بارك. صدورة ديال البلاد تبارك الله. شحال الثمن ديال الواحد؟ 170 درهم اخوتي تبارك الله اللهم بارك. السلام اخوتي والشاطئ البلبل. شحال عنده خوات؟ 6 سنين. شحال الثمن ديالو؟ 1000 درهم اخوتي اللهم بارك. عطيني نمبر التليفون 06 77 06 15 69. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه تبارك الله مزيان اللهم بارك. كاين عنده خلاوه ولا بغى مشي واحد هاهما خوتي. شحال الثمن ديال هذاك؟ 30 درهم الخوش. السلام عليكم الخوش والشاطع الحديد. ثمن هذا شحال؟ 170 درهم اللهم بارك. وات بي واش؟ هذوك 40 درهم بواحد. 40 درهم اخوش. وهذا الولوال 70 درهم اخوش. هذا كان شوف اخوتي اللهم بارك. طارنا 40 درهم اللهم بارك. خوشي عشاء طعر الوال اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك. شنو المرقة دا صاحبي هذا؟ خويا هذا قنيطرة. قنيطرة خوشي. شحال الثمن ديال الواحد؟ خويا 70 درهم. 70 درهم الواحد تبارك الله اللهم بارك. اللهم صل عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي 06 06 49 01 01 59 19 خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه تبارك الله اللهم بارك. الثمن 70 درهم. حداد والوال اللي بغى جاصلو مولاه راه عنده كلشي. خوتي الشاطع الحداد شحال عندهم هادو خوت؟ سيمانه عندهم سيمانه اخوتي. شحال الثمن ديال واحد؟ 1000 ريال. 50 درهم اخوتي. شمن المرقد؟ غابش معموره. غابش معموره. انا نمبر التليفون 06 06 53 54 04 23 12. خوتي اللي بغيت تواصل مع السيد مولاه السلعه تبارك الله نقيه. السلام عليكم الخوتي والشاطع الحداد. اش من المرقد صاحبي؟ والماس اخويا. والماس. شحال عندهم؟ سيمانه. فيهم كلام مزيان. اللهم بارك. اللي باغي تولع مرحبا. شحال الثمن ديال الواحد؟ ثمن جد مناسب 30 درهم. 30 درهم. ثمن مناسب. فيز تبارك الله. شحال الثمن ديال هذا؟ 50 درهم اخوتي. خويا تبارك الله زوين. هذا خوشي 35 درهم. قولي النمرة 06 09 52 42. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه الله يسخر. السلام عليكم الخوت والشاطع الكالوبسيس اللهم بارك. شنابر الكبار هذا؟ كبار اخويا. شحال الثمن ديال الواحد؟ 350 درهم. اللهم بارك تبارك الله 350 درهم اخويا. عطيني نمبر التليفون
06 96 57 64 64 03. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه الله يحفظك، الله يستر امور اخويا. ها شوما خوتي، ان شاء الله طاير بوالجي غوغو كمان دايره مخوشي من 400 درهم 700 درهم حاله عندي طربوش عندي فاره مبارك. الشعر طاير كالوبسش ابيض 1700 درهم كوبلا. الشعر طاير ليزانسي بارابل خوشي 600 درهم سويجه اللهم بارك. السلام عليكم الخوش، يوم الحد كنتواجد في سوق ريعة، الشعر طائر البولجي الريمبو، شحال تمن هذا الدكور هنايا؟ 90 درهم، ونشاوي؟ 90 درهم بحال نشاوي بحال الدكور أخوش، تبارك الله اللهم بارك، عطيني نمرة التليفون، 06 96 24 07 55. خوتي اللي تبغى يتواصل مع مولاه اللهم بارك تبارك الله، الله يسخر لك اخويا. ها انتم اخوتي الشعر تاع الكالوبسيش اللهم بارك، شنابر مدريسين تمن ديال الواحد 400 درهم اللهم بارك. 06 48 65 30 15 اللي بغا يتواصل مع مولا خوشي الله يسخر لك اخويا. خوشي واش طائر بالجي او طائر بيروش؟ اش من لي ماركه هذا اخويا؟ هوغو. شحال عجبينه ديالو؟ 1000 اخويا. شحال الثمن ديال الذكر؟ الذكر كيبدا من 600 درهم 500 400 600. نمرة التليفون 06 61 64 74 19. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه تبارك الله سلعة اللهم بارك، الله يسخر امور اخويا. السلام عليكم الخوت عشاق طائر بلبل. مرحبا خوتي وطواط انفاوي الشوف، هذا ولد عنده 6 شهور اللهم بارك اللهم بارك. ثمن مناسب. شحال الثمن ديالو؟ خويا كنقولوا 25 الف فرانك بروموسيون، حنايا ماشي دوك، حنا موالع ماشي بيع وشرايا. الله يحفظك خويا، الله يسخر امور اخويا. نمرة عندك جنان هت. نمرة التليفون اصاحبي؟ خويا 06 ديال الواتساب 06 74 05 56 72. هاي النمرة اخوت اللي بغا يتواصل مع مولاه. 06 74 05 56 72. شكرا اخويا بزاف. خوتي واش طائر بلبل شحال عنده اصاحبي؟ تصدر عنده عام. عنده عام؟ يلا مشري ب 20 درهم هاد الوطواطر. والله ما نكذبوا عليكم اخوتي، مشري ب 20 درهم دار بعام ديال اللانفا. هاهو الشو اللي بغاه ثمن مناسب. شحال الثمن ديالو؟ 300 درهم. 300 درهم. هاهو اخوتي هاد الوطواطر تا هو بثمن زوين، اللي بغاه راه نتفاهموا معاه ماشي مشكل. شحال الثمن ديالو هذا؟ 7000 ريال، وانا مولاه طالب الغلا مع هو كحلوش. هاهو شتو مولاه تا هو الشيف. خوتي عشاق طائر بلبل، شحال عنده اصاحبي؟ عنده خويا 6 شهور. 6 شهور. شمن المرقد؟ هذا الشمال، شمالي. شمالي خوش. طنجة. شحال الثمن ديالو هذا؟ خويا هذا شنقول فيه 500 درهم. خو الثمن ديالو 500 درهم. التليفون اخويا 06 46 45 45 23 23 35 35. خوتي اللي بغيت تواصل مع مولاه مخوش. ها شوما خوتي عشاق طاهر الحسون اللهم بارك، شحال عنده صاحبي؟ عنده خوشي عاموس. شمن كلام فيه؟ وداني. وداني. تمن البيع ديالو شحال؟ 700 درهم اخوشي. هاني نمرة التليفون 06 55 75 77 57. خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه اللهم بارك، طير مليح تبارك الله.
السلام عليكم اخوت، حنا اليوم ما كنتوازوا في شوق قريعه يوم الاحد. ان شاء الله خوت الطائر الجحوميه، اللهم بارك. الثمن ديال اخوتي 1200 درهم. الثمن ديال اخوتي 1200 درهم. السلام عليكم اخوت عشاق الطائر الكناري فريزي. شحال الثمن ديال الفريز؟ 250 درهم، جوج نشاوي اخوتي. اللهم بارك. شحال الثمن ديال هذيك؟ 200 درهم اخوتي. وهاد كلوستر شحال؟ 450 درهم اخوتي. شحال الثمن ديالها؟ 700 درهم. اللهم بارك. عطيني نمرة التليفون. 06 69 76 96 02 خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاي. اللهم بارك. السلام عليكم الخوش عشاء طائر كناري موسيق. شحال الثمن ديال شويش انا؟ 750 درهم. واش دين هادو؟ كورة نشاو؟ كاينين عندي شي في الدار، كاينين شي حاجة كاليش. كاليش اخويا. تيبقى ديال الموزايك، كاين موزايك مطربش هاهو. هاهو اخويا. كاين شو مطربش هاهو. زيد. هو الكير ديال الموزايك، فيه الكونتاكت لو داكشي طبيعي. اللهم بارك اخويا، السلعة رقية تبارك الله. كاينين كوبلات واجدين. شحال الثمن ديال البيض؟ 400 درهم كوب. 400 درهم كوب اخويا. لا غلا على مسكين. ما شاء الله تبارك الله. اللي بغا شي حاجه نخليو النمره. قول لي النمره اخويا. 06 90 36 43 02 خوتي اللي بغا يتواصل مع مولا ما باينينش في التصاور بحالكم مباشره باش كيبان. مرحبا خوتي اللي بغا يتواصل مع مولا. الله يحفظك خويا. السلام عليكم الخوتي عشاق طائر النهار او طائر بيو الدارجه المغربيه. شحال الثمن ديال الدبيو؟ 60 درهم اخوتي الواحد. عندهم مشهورين. وهاد الوال شحال؟ الوال اخوتي شو هما 60 درهم. شحال عندهم شحال؟ عندهم مشهورين اخوتي. اللهم بارك. 06 59 86 21 57 خوتي اللي بغا يتواصل مع مولاه ما خوش ما يسخر. وش طائر باجي او طائر بيروش بالدارجه المغربيه؟ اش من اللي مارك عمي كاين هنايا؟ تكساس نورمال دانواز. تكساس شحال الثمن ديالو؟ 70 درهم. دانواز 80 درهم اخوتي. العادي 1000 ريال. اللهم بارك. هذا اخوتي كورة ديال الكنار واجدين. شحال الثمن ديالو هذا؟ 3600 180 درهم. هذا عمي واجدين اخويا الخدمة 180 درهم اخوتي اللي بغا يخدم. وهاد الكاروبساش 350 درهم اخوتي. عطيني نمرة التليفون. 06 02 35 81 81 خوتي اللي بغا شي حاجة مرحبا تواصلوا معاهم مولاهم. الله يسخر.